معكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم مروزيه بالطريقه التقليديه. كنقدم لكم شيف نجات. نقدم لكم هذا النهار مروزيه قديمه اللي كانت ان شاء الله كاين اللي كيديرها بالعنكره وكاين اللي كيبغي يديرها بالسنسول. غادي نبداو بالعطريه ديالنا. هنا عندنا بالنسبه للمروزيه اللي كتكون من الكوزه، من المهم القيمه ديالها كتمشي عند العطار راه عنده واجده، خصوصا ديال العيد الكبير، ماشي بحال الايام العاديه. عندي هنا الملحه، عندي القزبر يابس، كاين اللي كيديروا كاين اللي ما كيديروش، يعني راه كل واحد على حسب الشوا ديالو. عندي هنايا الخرقوم عرك حتى هو، عندي سكينجبير، عندي البزار الابيض والكحل، السمن، الثومه والماء ان شاء الله باش نمرقوا، والزيت حيت قاش في الطريقه ديال زمان كانوا كيديروا الشحمه ديال الكلاوي، يعني بحكم الثلاجه ما كانتش كانوا كيديروا الشحمه. حنا كنتفاداو بحكم الامراض وبزاف ديال الحوايج غادي نديروها بالزيت، والزيت كتحافظ كتفكسين على داك اللحم. اما بالنسبه للطريقه ديال اللحم كتبقى تقريبا شي 48 ساعه يعني باش كيتشرمن مزيان. وبالنسبه للحم يعني راه كيكون من العنكره السنسول، يعني دوك الباقي اللي كنديروا بهم الجديد الفخ حتى هو كذلك يمكن ناخذوا البروشيت كنستعملوها بالنسبه للمروزيه. وعندي هنا الزفران حر، بيض السمان، واللوز اللي مقلي، هادو غادي نحتاجهم ان شاء الله للتزيين. ودابا ان شاء الله غادي نبداو في العطريه. بالنسبه للملحه كل واحد على حسب لوغو ديالو. اما بالنسبه للمروزيه كنديروا جوج معالق كبار يعني بومبي، يعني لوغو ديال المروزيه هو هاد القائمه هادي ديالها باش معروفه. بالنسبه للقزبر يابس حتى هو كنديروا جوج معالق كبار، ما عامرينش بالنسبه للقزبر يابس. الخرقوم كتبغيه حتى هما جوج معالق كبار، سكينجبير حتى هو كذلك كتبغي سكينجبير هاكوا. بالنسبه للبزار كندير معلقه وحده، السمن حتى هو كذلك معلقه كبيره حتى الاخر ان شاء الله. وغادي نعاودو نديرو السمن باش كيبقى الوجود ديال الزعفران والسمن. هذا هو الفرق ما بينها وبين اللحم ديال العراسات، يعني اللحم البرقوق اللي كيميزها هو هاد لي زيبيس ديال المروزيه والسمن، وما كيكونش ملون، يعني هذا هو الفرق ديالي، يعني اللون ديالها كيجي قهوي، هذا هو الكيميزه ما بين اللحم ديال البرقوق. وبالنسبه للقرفه راه اختياريه هي كذلك، انا غادي نحاول نديرها في الاخر. عندي هنايا الثومه، اربع دروس ديال الثومه، ودابا ان شاء الله غادي ندير الماء. الماء القياس ديالكم، يعني حيت قاش مازال غادي نمرق. هي اللحم. هنا بالنسبه للطريقه ديال اللحم حنايا ما عندناش الوقت باش نحاولوا نرقدوه، يعني 48 ساعه باش كيشرم بداك القامه ديالو وكيعطي اللون ديالو. بالنسبه للطرف كناخذهم كبار، يعني بحال الا بغيتي تبصيل يكون مقبب وعامر راه الطرف كيكون فيه تقريبا شي نص كيلو حتى كيلو الا ربع باش كيجي في الحطه عامر. اما بالنسبه للعيد الكبير راه كيكونوا طرف مقطعين، راه بطبيعه الحال غادي يكونوا طرف مختلفين. شكرا. علاش يعني كنشوفوا اللون ديالها ما فيهاش الخرقوم، يعني كنقولوا يعني كنشوفوا المروزيه اللون ديالها كيكون قهوي، هذا هو اللي كيفرق ما بين اللحم بالبرقوق والمروزيه، يعني كنحاول نخشي ما بين هنايا كامل. عندي هنايا الطرف كبار، وكناخذو حتى لي سوغيدانيو ديال الخروف حتى هما كيجيو زوينين في المروزيه.
صافي دابا كنرقدوها تقريبا 48 ساعة بالنسبة لعيد الأضحى، كنخليوها تشرب، من بعد عاد كان إن شاء الله كنصبوها، ودابا إن شاء الله غادي نمشيو نصبوها ونشوفوا لا تكنيك كيفاش كتنصب. أما بالنسبة للطريقة ديال الطياب ديالها، اللحم ديال الخروف راه كيكون فتين، يعني كان كطيب مهيلة، حنا كنطيبوها على الفاخر يعني باش كتاخد الوقت ديالها، وكل لحمه ولحمه كتتقلى في خاطرها، يعني ما كنديروش طياب واحد فيكس وكنبداو نقلبو، كنخليوها كطيب في خاطرها. اما بالنسبه للقياس ديال الماء، يعني الحد ديال الطنجره او لا ديال اللي شوفوا على حسب كل واحد شنو غادي يستعمل، كطيب على خاطرها. اما بالنسبه للزيت حتى كيقرب اللحم يطيب عاد كنديرها كاس ان شاء الله. اما بالنسبه في الاخر، يعني المروزيه باش معروفه كنزيدوا الزبيب في الاخر والعسل. اما بالنسبه للطريقه ديال الزبيب، راه بطبيعه الحال كنفسكوه وكنديروه حتى الاخر باش كيتكراميليزا، عاد كنزيدوا عليه العسل في الاخر. هذه هي الطريقه ديال المروزيه ان شاء الله. ودابا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش كطيب. دابا ان شاء الله من قرب طيب لينا هذا سميتو المروزيه، غادي نزيد فيها الزبيب، غنزيد السمن حتى هو، كاس صغير ديال العسل والزعفران شعره اللي سخناه وصهدناه، وهذا هو البلا ديالنا. مرحبا بكم، ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.